بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، يسر حكومة خادم الحرمين الشريفين الموافق على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستضافة القمة العربية القادمة 29 في مدينة الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.